بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا المساء المبارك وهذه الليلة المباركة نتشرف بوجود علم من أعلام الجودة على مستوى العالم الإسلامي والعربي وعلى مستوى العالم الأوروبي والغربي. البروفيسور محمد زائري الحقيقة غني عن التعريف، ومع ذلك سوف نعطي نبذة قصيرة أو بسيطة عنه. لكن قبل ذلك نحب نشكر الحقيقة المجلس السعودي للجودة، فهذه المحاضرة الرقمية السابعة، وإن شاء الله يكون هذه نقطة انطلاق رقمية مع وجود هذه الجائحة، أجارنا الله وإياكم منها وسلمكم إن شاء الله، وسلم هذا الوطن الغالي وسلم حكومته الرشيدة إن شاء الله بإذن الله من كل شر. تكون انطلاقة إن شاء الله جديدة ومباركة، تكون على طريق إن شاء الله الجودة بجيلها الرابع والتقنية الرقمية. نعرف قليلاً إن شاء الله بإذن الله بالبروفيسور محمد. هو أعمدة حقيقة علم الجودة الشاملة وإدارة التميز المختصين والمعروفين على المستوى المحلي والدولي. البروفيسور زائري هو أحد المؤثرين في مجال إدارة الجودة على مدى 35 سنة، وهو أحد رواد مبدأ المقارنة المرجعية. لديه 5 مؤلفات في هذا المجال، وأحد هذه المؤلفات يحوي أول دراسة حالة تطبيقية في المقارنة المرجعية. هو أيضاً المؤسس لمجلة المقارنة المرجعية الدولية التي أصدر منها حتى الآن 27 مجلد، والمؤسس لمجلة إدارة عملية الأعمال خلال 27 السنة الماضية. تم اختياره البروفيسور زائري ليكون الأول في مجال إدارة أفضل الممارسات على مستوى العالم، ويعتبر الأكاديمي الوحيد الذي أبحر بكتاباته ومؤلفاته في مجال الجودة والثورة الصناعية. على أثر ذلك ومنح على أثر ذلك المركز الثاني في أعلى تصنيف للاقتباس من جوجل اتش اندكس في مجال الجودة، وذلك على مستوى العالم. البروفيسور زائري قام بنشر أكثر من 70 كتابا و 400 مقال علمي، وكذلك معروف على المستوى العالمي بمساهمته الفريدة في ذلك. فقد منح ميدالية لانكستر المميزة من الجمعية الأمريكية للجودة ASQ، أيضاً ميدالية إيشيكاوا وإيشيكاوا هارينغتون من منظمة الجودة في منطقة آسيا والباسيفيك، وكذلك ميدالية يوشي كوندو من الأكاديمية الدولية IAQ. هذا بالإضافة إلى ميدالية الإنجاز مدى الحياة من جمعية الجودة الأسترالية AQO، هذا بالإضافة إلى العديد من الجوائز العالمية. يعرف البروفيسور زائري بدعمه لحركة الجودة على مستوى العالم، فقد كان على سبيل المثال الحاضن والراعي المؤسس للتميز في منطقة يوركشير شمال بريطانيا، وعضو لمجموعة العمل الرئيسية لجائزة الجودة الأوروبية AFQM، وكذلك هو عضو لرئيس لمؤسسة الجودة البريطانية، وهو المؤسس ورئيس الجائزة الأوروبية للمقارنة المرجعية وأفضل الممارسة. حالياً يشغل البروفيسور زائري منصب كبير مستشاري مكتب رئيس حكومة الهدى، ورئيس لجنة التحكيم لبرنامج أبوظبي للتميز الحكومي وبرنامج دبي للتميز الحكومي، وكذلك برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي. يعرف أيضا بأنه اللاعب والداعم الرئيسي لحركة الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مينا خلال 25 سنة الماضية. هو أيضا صاحب فكرة واحد وأحد مؤسسي جمعية الشرق الأوسط للجودة، وأحد مؤسسي أول جامعة إلكترونية بالمنطقة، والمؤسس ل19 جائزة وميدالية رئيسية. مساهماته الكبيرة ومتنوعة في دولة الإمارات العربية بدأت من عام 1994، وتشمل العديد من الإنجازات الحقيقة المميزة والكبيرة،
فهو الداعم الرئيسي لجائزة دبي للجودة DQA والمعد للتقييم الذاتي للتميز في قطاع الغاز والبترول، والداعم والمطور لبرنامج دبي للتميز الحكومي لتدريب المقيمين ورئاسة اللجنة المشرفة لعديد من الدورات. هو كذلك المعد والداعم الرئيسي لتطوير برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي منذ بداياته ورئيس اللجنة المشرفة عليه. قاد تطوير لجائزة سمو الشيخة فاطمة بن مبارك للشباب العربي الدولية وعضو باللجنة المشرفة على الجائزة. وأخيراً وليس بآخر، هو داعم رئيس لتطوير برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية وأحد اللجنة المشرفة عليها. الحقيقة يعني نرحب أشد الترحيب يا بروفيسور، وإحنا سعيدين أشد السعادة والفرح بوجودك معنا اليوم. والحقيقة الموضوع حيوي وكبير ويعني دسم، والموضوع يحتاج له صراحة يعني شوية كلير مايند. فنبقى على بركة الله في البداية مع بروفيسور زائري يعطينا برزنتيشن لمدة إن شاء الله ربع ساعة وحولها، بإذن الله بعدها ننتقل إلى فقرة الأسئلة والأجوبة. أتفضل بروفيسور زائري، الله يعطيك المجال. أعطيك المجال الله يكرمك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونتمنى أن تكونوا كل بخير وسلامة، ويعني بتمام الاستعدادية من ناحية الصبر في هذه المرحلة الصعبة. ونتمنى أن هذا اللقاء الافتراضي يرفع معنوياتنا كلنا، لأن احنا كلنا بحاجة. شكرا كذلك للدكتور محمد يعني على لطفه وعلى محبته لشخصي، وكذلك على المقدمة هذه. وكما تفضلت يا دكتور، موضوع جودة الجيل الرابع والثورة الصناعية الرابعة موضوع ضخم و في بدايته، فلهذا الغرض لا يمكن يعني نلمس الموضوع يعني من كل الجوانب، لأنه احنا كل ما نعرف أكثر كل ما نبحث أكثر وكل ما نطور أكثر، وكذلك كل ما نطبق الفكر الجديد على مستوى جديد. فالمحاضرة اليوم راح تغطي بعض الجوانب، وكذلك احنا اقترح تعريف بسيط جدا على جودة الجيل الرابع في إطار الثورة الصناعية الرابعة. وكذلك أنا أعتقد أنه هذه الفرصة ثمينة جدا لكلنا، لأنه يعني النقاش والأسئلة والأجوبة نستفيد منها كلنا. يعني أشكر المجلس السعودي على تجاوبه وعلى يعني تقبل هذا الاقتراح أنه يكون حوار وليس يكون محاضرة لمدة ساعة، لأنه بودنا نستفيد وبودنا نطرح الفكر، وكذلك بودنا نشوف نوعية الأسئلة وأهمية الأسئلة المطروحة. وإن شاء الله تكون بداية يعني مجموعة من المحاضرات واللقاءات، سواء افتراضية ولا سواء إن شاء الله بإذن الله تكون في جدة، لمعالجة بعض الجوانب في موضوع جودة الجيل الرابع. فأنا قاعد نحاول الآن نضع الشرائح الموجودة عندي على الشاشة، ولكن بدون جدوى، فأعذروني. ممكن نحتاج مساعدة فنية. أيوة. شكرا جزيلا. العنوان طبعا التوجهات المستقبلية للجودة، جودة الجيل الرابع، يعني التوجهات المستقبلية لا يمكن طرحها إلا إذا كان ردينا على سؤال قبله، هو أين وصلنا بمفهوم الجودة لحد الآن. لازم we take stock، لازم نعرف اليوم مثلا فين وصلنا بمفهوم الجودة نظريا وعلميا ودراسيا.
رحلة الجودة، وإحنا عن قريب إن شاء الله بإذن الله سنحتفل بمئة سنة من جودة الجيل، يعني يسموها، خلينا نسميها الجيل الثاني والجيل الثالث، اللي بدت في الولايات المتحدة الأمريكية في العشرينات، في 1924. ف 2024 إن شاء الله بإذن الله نحتفل بمئة سنة من هذه الجودة، الجودة المهمة هي ضمان الجودة، وكذلك الجودة وتطبيقاتها في المجال الهندسي، في التصميم، ضبط الجودة واعتمادية الجودة، وبعد ذلك انطلاق الجودة في آخر الثمانينات 87 بالستاندردز، ولحد اليوم الحمد لله هذه الجودة تستمر في كل المجالات. وتحويل الجودة من يعني جودة تخصص في مهام محددة داخل المؤسسة إلى شمولة الجودة على كل مستوى المؤسسة. وفي آخر التسعينات انطلقت حركة السيكس سيجما، ولحد اليوم كانت مستمرة. ولكن السؤال يطرح نفسه، ما حدث بعد حركة السيكس سيجما؟ المفروض يعني يكون عندنا الاستدامة واضحة، ولكن للأسف الشديد الجودة اللي كانت انطلاق الجيل الثالث، الثورة الصناعية الثالثة بأطمته وبالبرمجة، كانت تركز على العميل، ولكن كتخصص ما انتشرت على نفس المستوى جودة الإحصاء والجودة كما تعرفونها. ولكن هذه الثورة موجودة وأنا نتطرق إليها اليوم إن شاء الله بإذن الله. طبعاً أنتم متعودين على هذه الشريحة، يعني الثورة الصناعية الأولى والثانية والثالثة والرابعة، أنا يعني وضعتها بس كرفرنس، ولكن راح نتكلم عليها بأسلوب آخر مرتبط مباشرة بجودة الجيل الرابع. فالعناصر المهمة لتعريف الجودة بشكلها الجديد، جودة الجيل الرابع، أولاً هي جودة تركيزها ما هو على المنتج وليس على الخدمات، ويركز على جودة الحياة، يعني بالمفهوم الصحيح. وإحنا نشوف اليوم بمصيبة الكورونا أنه كل المجهودات تركز على إنقاذ الإنسان من هذا الشر، وكل الأساليب اللي نعرفها يعني قاعدة تطبق لهذا المجال. فجودة الحياة صبحت هي الركيزة الأساسية في تعريف جودة الجيل الرابع. كذلك هي جودة مبنية على أسس التحويل، وليست جودة الاستدامة اللي نسميها أنا لينير، يعني بنفس الأسلوب بنفس اللهجة على نفس المستوى وتستمر. هذه الجودة اللي خدمتنا لمدة طويلة أكثر من 100 سنة الآن ممكن تأثيرها نزل نوعا ما، وتعوضت بجودة التحويل، ورح نتكلم أكثر على هذا. وكذلك بناء القدرة الابتكارية، لأنه القدرة التنافسية في الجيل الرابع مبنية على الابتكار، والقدرة الابتكارية تحتاجها أي جهة، سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، بغض النظر على الحجم المؤسسة، بغض النظر على البنية التحتية الرقمية اللي موجودة عندها. الابتكار هو سلاح للتنافسية، والابتكار هو اللي يحمي القدرة التنافسية، لأنه قاعدين نعيش اليوم في جيل الاستهلاك، الكوموديتايزيشن. للأسف الشديد المنتج مستهلك، والشلف لايف يعني أنه قيمته تنزل يوميا، يعني سواء سيارة مثلا، نشتري سيارة، يعني نشتري جهاز كمبيوتر، نشتري جوال ذكي مثلا، الشرينكينج شلف لايف، يعني تحتاج التجديد بصفة مستمرة. وإذا لم تكن القدرة الابتكارية
فالجهات المنتجة ستعاني، حتى على مستوى القطاع الحكومي مثلا تصميم الخدمة، تقديم الخدمة، التأثير على إسعاد الناس بالخدمة ما هو لينير، كذلك لازم يراجع بصفة مستمرة، ولازم تستغل التقنيات الحديثة، وكذلك نتعامل مع حاجيات المجتمع اللي هي طول الوقت يعني ليست لها القناعة للأسف، لأنه يعني عايشين في بيئة استهلاكية ومجتمع استهلاكي. فجودة الابتكار مهمة. ثالثا المستقبل، اليوم مثلا بالبيج ديتا والبيانات الضخمة وقدرة التحليل، الذكاء الاصطناعي على سبيل المثال، صبح استشراف المستقبل أمر أسهل بكثير، والمؤسسة اللي تغتنم الفرصة وعندها بيانات كاملة وتضيف إلى مخزون المعرفي اللي موجود عندها والكم الهائل من البيانات وتحليلها بصفة مستمرة، هي مؤسسة تشتغل بالفكر الاستراتيجي اللي هو directional، ما هو خطة استراتيجية ثابتة بالأسلوب الكلاسيكي الأسلوب القديم، يعني strategic direction، التوجه الاستراتيجي هو انطلاق نحو المستقبل، انطلاق نحو تحقيق مثلا أهدافنا القريبة المدى، ولكن بالرشاقة وبالمرونة، لأننا نستغل الفرص اللي أمامنا وكذلك نتفادى كل التحديات اللي ممكن تكون في طريقنا. فالتوجه الاستراتيجي حاليا يختلف على الفكر الاستراتيجي بالمفهوم الكلاسيكي. البنية التحتية اللي موجودة حاليا هي تخلق بيئة عمل متميزة. اليوم صبحت بيئة العمل هي ميزة تنافسية، الحفاظ على طابع المؤسسة، الحفاظ على الغرض من وراء تأسيس المؤسسة، قيم المؤسسة، بيئة العمل الجاذبة، الموظف اللي هو رأس المال البشري اللي قيمته تزداد يوميا، يعني الـ human capital، هذا الصراع المستقبل، وهذا هو الأساس النجاح اللي تحتاجه كل مؤسسة. فبيئة العمل والحفاظ على بيئة العمل المتميزة للأسف الشديد كان مفقود، ولكن الآن الشركات العالمية المتميزة الرائدة بدأت تشعر بأهمية هذا الموضوع. البنية التحتية الرقمية طبعا أساس للتمكين، لا يمكن في الوقت الحاضر لا أي جهة حكومية ولا أي مؤسسة في القطاع الخاص تنطلق بطموحات عالية تحقيق أهداف مستقبلية بدون تحديث البنية التحتية وبدون الاستفادة من الثورة الرقمية. وأخيرا ممكن نقطة أخيرة، النظام المؤسسي وشكل المؤسسة الحديثة راح يتغير جذريا. اليوم نتكلم على النظام الحيوي المفتوح Open Dynamic System، المؤسسة اللي تعزل نفسها على المجتمع، على المتعاملين، على شركائها، على فرص مثلا التعاون. هي مؤسسة يعني تضيع وممكن نهايتها تكون عن قريب، يعني فلازم نهتم لهذا الموضوع. لا يمكن نشتغل بمفهوم الجودة جيل الرابع إلا عن طريق التكامل، الترابط، التعاون، الشراكة داخليا وخارجيا. المؤسسة لتشتغل بمفهوم الإيكو سيستم المفتوح دايناميكلي يعني بالحيوية هي المؤسسة الناجحة، المؤسسة لتجدد نفسها. هي مؤسسة مثلا لا تعزل نفسها، مؤسسة لا تفكر أنه الهيكل التنظيمي والجدار اللي يعني الممبرين اللي تخليه حولها راح يحميها، لا يمكن هذا. المؤسسة اللي عندها القدرة أن يعني تجذب القدرات اللي ممكن لازمة لمستقبلها ولتحقيق رؤيتها المستقبلية هي المؤسسة اللي تشتغل بالنظام المفتوح، لأنها تسمح بالشراكة
ووضع الأسس الصحيحة للشراكة، سواء مع المتعاملين، سواء مع الشركاء، سواء مع الموردين، سواء مع الجهات الحكومية. هذا هو المستقبل. فأنا وضعت 6 نقاط، يعني بصراحة كنت نضع أكثر، ولكن على الأقل كنقطة انطلاق نتكلم اليوم على الأشياء هذه. فملخص هذه الجزئية، لا ننسى أنه جودة الجيل الرابع هي جودة قيمة مستهلكة. ليش نحتاج القدرة الابتكارية؟ لأنه الجهة اللي عندها ما عندها القدرة تعوض بصفة مستمرة، تطور بصفة مستمرة، وتبتكر بصفة مستمرة، يعني ما تقدر تغذي حاجيات المستقبل. يعني حتى لو نركز على تجربة المتعامل، تجربة شيقة، تجربة مثلا يعني أثرت على سعادة الإنسان، بعد حين هذه التجربة تصبح يعني روتين، ولما تصبح روتين قيمتها تنزل والانطباع المستهلك ينزل. فلهذا الغرض لازم نجدد بصفة مستمرة. فالاستهلاك اليوم هو للأسف الشديد الوضع اللي احنا وجدنا نفسنا فيه. Everything is consumable للأسف. أنا نتذكر في بداية الستينات السيارة مثلا كانت ورث، تشتري سيارة تحافظ عليها 40 سنة 50 سنة وتحول من جيل إلى آخر. اليوم السيارة مثلا بعد 1.5 سنة 18 شهر حان الأوان أنه تغير، وفي جيل مستهلك استهلاكي مثلا يعتبر كل شيء يعني commoditized مستهلك. ثانيا جودة التجديد replenishment، قدرة الابتكارية هي قدرة تطوير القيمة المستقبلية value creation capability. التميز والريادة في الجيل الرابع هو هذا، أنه ما هي القيمة، ممكن قيمة معنوية، ممكن قيمة ملموسة، منتج أو خدمة، ممكن قيمة عن طريق memory سماها، يعني ذكريات، تجربة فريدة من نوعها، تجربة تؤثر على الجانب العاطفي، تجربة يتذكرها الإنسان. وخاصة مثلا لو نأخذ أفضل مثال الحمد لله اللي هو العمرة والحج، يعني هذا مثلا تجربة فريدة من نوعها، تجربة الحياة. معظم الزوار مثلا ممكن يجوا مرة في حياتهم، يعني كانت هذا أمنيتهم من بداية الرحلة، أمنيتهم. فتخيلوا إذا كان نشتغل بمفهوم الجيل الرابع، جودة الجيل الرابع، ونؤثر على كل شخص تجربة فريدة من نوعها، تجربة شخصية personalized لي أنا بس، تجربة الإنسان يتذكرها إلى الموت. يعني فجودة الحياة جزء منه spiritual، جزء منه مثلا روحانية، ما هو استهلاكي بس. فلازم نحافظ على الموضة. كذلك جودة التكامل والشراكة، أنا تكلمت على هذا. لا يمكن نتكلم على الإيكو سيستم، النظام الحيوي، إلا إذا كان نظام مفتوح، an open system، open للشراكة، open للتعاون، open لمثلا إشراك المتعامل مثلا في تحديد القيمة، في تصميم التجربة، في الاستهلاك، في التقييم، في كل الأشياء. المؤسسة القوية هي اللي تأسس وتغير شكلها المؤسسي، أن يكون نظام مفتوح، نظام حيوي. كذلك هي جودة جاهزية المستقبل، أعتقد هذه النقطة مهمة جدا. التخطيط الاستراتيجي تغير، خطة 3 أو 5 سنوات كخطة تطبق يعني ثابتة وعندها مبادرات استراتيجية وعندها مؤشرات نتابعها بصفة مستمرة، ونراجع الخطة مثلا في نصف الرحلة بعد 1.5 سنة ونستمر ونضع كل الموارد وكل الريسورسز وكل الممكنات. أنا أعتقد أنه هذا تشابتر خلصنا منه، فلازم نتعاون مع التوجه الاستراتيجي بجاهزية المستقبل، نصف من التركيز على المستقبل ونصف على تحقيق الأهداف وطموحات الجهة. تكلمت على جودة الحياة، يعني جودة الحياة للموظف، جودة الحياة للمجتمع، وجودة الحياة كإنجاز على مستوى المؤسسة، وكذلك على مستوى القطاع، ولحتى على مستوى الوطن. المملكة العربية السعودية
ملتزمة الآن بمؤشرات دولية لتحسين جودة الحياة، ويعني هذه هي جودة الجيل الرابع الصحيح. كيف من مخرجاتنا كمؤسسة متميزة مثلا نقيس الأثر على تحسين حياة الإنسان؟ وبعض الإخوان ممكن يتذكروا أنا حاضرت قبل ما أدري كم سنة على النقل النوعية من الجودة في حياة الإنسان إلى جودة حياة الإنسان. فرحلة 100 سنة للجودة بدأت بتحسين المنتج، جودة في حياة الإنسان. يعني المازلو ثيوري، نظرية مازلو، هو البيسك نيدز، حاجيات الإنسان الأساسية لمعيشته. والآن نتكلم على جودة حياة الإنسان، سواء مثلا البيئة، سواء الظروف الصحية، سواء الظروف يعني الترفيهية، سواء تحقيق رغبة المجتمع، سواء مثلا خلق فرص لبناء يعني مجتمع مزدهر وإلى آخره. يعني فيه مؤشرات، فيه عدة مؤشرات تغطي جودة الحياة، وكل القطاعات اللي موجودة في المملكة العربية السعودية يؤثروا على هذه المؤشرات بصفة كاملة أو بصفة جزئية بالشراكة. الآن نرجع للشريحة الأولى اللي هي خريطة الثورات الصناعية، فأنا رح نشرحها بشكل آخر، بأسلوب آخر. الثورة الصناعية الأولى يعني عرضت بمفهوم الطاقة البخارية، يعني steam age، وكانت هذه نقلة نوعية في بداية الصناعة، يعني في بداية الابتكار لتقديم الجودة في حياة الإنسان. ممكن نعرضها بشكل آخر. وبعدين الثورة الصناعية الثانية ركزت، كانت هذه ممكن أثرها أكبر بكثير، الطاقة الكهربائية، يعني دخلت في قطاع الإنتاج في تحسين المنتج، ولكن في الإنتاجية volume based، يعني في تأسيس المصانع. شركة فورد مثلا تذكر في عدة الكتب يعني من هذا الجانب. الكهرباء يعني خلقت الآليات الميكانيكية، وكذلك وسائل التنقل وبناء البنية التحتية وتحسين حياة الإنسان عن طريق وجود الكهرباء. فلحد اليوم طبعا يعني هذا الأثر ملموس وموجود. الثورة الصناعية الثالثة هي طاقة الحوسبة، يعني الاي تي بيست، وكمان كان أثرها أنه بدينا نقترب من الإنسان أو المستهلك أو المستفيد أو المتعامل. يعني وكانت في آخر هذه المرحلة طبعا النظم الإلكترونية، سواء التجارة الإلكترونية في القطاع الخاص وكذلك الحكومة الإلكترونية، يعني كانت من أثرها. ولكن الأثر الكبير للبرمجة كان في قطاع الصناعة، يعني في السبعينات والثمانينات أنا عشت هذه التجربة كاملة. الـ Advanced Manufacturing Technology، يعني خط الإنتاج مبني على الجودة، مبني على تغيير المنتج الـ Variety، مبني على الماس كاستمايزيشن، يعني أنه القدرات أنك تخدم شرائح من المجتمع، ولا تقدم منتج واحد يستهلك من الجميع بنفس اللون بنفس الشكل بنفس السعر. يعني كانت إضافة كبيرة جدا في طاقة الحوسبة. والطاقة الأخيرة، أنا أضفت الكلمة هذه ممكن ما هي صحيحة، أعذروني، طاقة التنبؤات أو insight driven. وأنا تكلمت قبل حين على أهمية البيج ديتا، أهمية الاستشراف المستقبل. اليوم الإنسان سبحان الله لما يعرف مثلا التوقعات في المستقبل، توقعات 20 سنة 30 سنة 40 سنة 50 سنة، يقدر مثلا يشتغل على الجاهزية. وكثير من النظم اللي موجودة في العالم والتوجهات الاستراتيجية في العالم ضافت شيء اسمه استعدادية المستقبل، future readiness.
لأنه ما هي بس دراسات، الآن في أسس، الآن في جزء من التوجه الاستراتيجي يشتغل على تمهيد الطريق نحو تحقيق المستقبل. وهذه كانت إضافة ثمينة، وطبعاً فيها الذكاء الاصطناعي وفيه الأشياء اللي أنتم عارفينها، بس أنا ركزت على كلمة الطاقة. فهذه الرسمة بس يعني توضح الشكل. الاس كيرف يعني أنه كن يعني بداية الثورة، تأثير الثورة، وبعدين تعويض الثورة بالثورة اللي جيب من بعدها، إلى الشيء اللي ضفته أنا اللي هو التنبؤات. أنا راح أركز أكثر على جودة الجيل الرابع، يعني مرتبطة ب يعني هذه الحيوية وهذه الثورات المتتالية من الثورة الصناعية الأولى إلى الثورة الصناعية الرابعة. بس خليني نرجع إلى هذه النقطة. فالسؤال هنا، المؤسسة الحديثة لم تكن ناجحة اليوم إلا إذا كان وضعت مصلحة العميل كأهم اهتماماتها الرئيسية. يعني مثلا مين اللي يحدد شكل المؤسسة؟ ما هو الهيكل التنظيمي اللي احنا نصممه داخل المؤسسة؟ مين اللي يحدد شكل المؤسسة كبزنس موديل، يعني كنموذج؟ ما هي المؤسسة بالذات؟ هو يعني التوجه نحو المتعامل، الكاستمر سنتريسيتي. مين اللي يقرر مثلا كم تستمر المؤسسة؟ المؤسسة اليوم مثلا حسب كل الدراسات والشركات العالمية اختفت، يقول المضمون اليوم ما بين 5 إلى 8 سنوات. بزنس موديل، تصميم شكل المؤسسة خاصة المؤسسة الربحية، ضمان أنك تستمر 100 سنة، هذا الكلام انتهى. ضمان أنك تستمر بنفس الشكل، بنفس الهيكل التنظيمي، بنفس التخطيط الاستراتيجي، بنفس التركيز على القيمة وتعريفها بمفهوم المنتج ومفهوم الخدمة، تقريب يعني هذا مهدد إذا كان استمر بهذا الشكل. فاللي هو دايناميك حيوي هو دائما أن المؤسسة تحدث نفسها وتجدد فكرها وتعوض الاستهلاك بمفهومه الكامل، وكذلك تسوي الضبضبة من التحويل والديسربشن، لأن لازم تكون relevant، يعني شكلها صحيح يخدم الغاية اليوم، استراتيجيتها تخدم الحاجيات المستقبل، طريقة مثلا تطوير القيمة وتقديم القيمة مبنية على أفضل وأحدث أسس. relevancy هو كلمة جديدة، وأعتقد أنه ممكن نضيفها في تعريفنا لجودة الجيل الرابع، لأنه ما كنا نتكلم عليها سابقا. حتى علماء الجودة مثلا كانوا يتكلموا على fitness for the purpose، أن المؤسسة لازم شكلها وأسسها وأساليبها تخدم الغاية، fitness for the purpose، ولكن ما تعمقوا بهذا المفهوم، لأنه كنا نتكلم على النظام المغلوق ونتكلم على linear performance، أنه الاستدامة هي تكرار نفس التجربة والحفاظ على الأسس الصحيحة والقدرات الموجودة. بس اليوم نتكلم على شيء غير مضمون، لأنه longevity يعني استدامة المؤسسة نزلت من مئات السنين إلى 5 إلى 8 سنوات. بسرعة، لأنه أنا وعدت الدكتور محمد أنه 15 دقيقة، فما بودي ناخذ كل الوقت ونحول لقاؤنا اليوم إلى محاضرة. نتكلم على جودة الجيل الرابع من مفهوم الكاستمر سنتريسيتي أو صوت العميل. تذكروا إحنا من زمان دائما نتكلم على صوت العميل، بس ما حددنا مفهوم صوت العميل. فصوت العميل تغير من خلال السنين، لأنه في بداية الرحلة الثلاثينات والأربعينات والخمسينات والستينات كان سمع العميل هو صوت العميل، يعني لأنه الإمكانيات ما كانت موجودة،
وكانت كل الشركات مثلا تستعين من مراكز خبرة يسووا دراسات تسويق مثلا ماركت ريسيرش يسوي استبيانات للحصول على input، يعني بعض الحاجيات المتعامل، وبعدين ينطلقوا في تطوير المنتج ولا تصميم الخدمة وعرضها على السوق بعدين. يعني شوف كم كان مفقود العميل hearing أو السمع. بعدين تحولنا إلى العصر اللي هو الاستماع listening، لأنه بدينا نقترب إلى المتعامل، وخاصة ونحن نتكلم على هذه الثورة، ثورة الجودة اللي هي الشكاوى، نظم الشكاوى. يعني بدأت في آخر الستينات، ممكن في السبعينات وجزء من الثمانينات، كانت التركيز على صوت العميل عن طريق الشكاوى. ولحد اليوم طبعا ما زلنا نخدم نظام الشكاوى، معظم الجهات تركز على هذا الجانب لأنه مهم، استماع متعامل، هل أنت راضي هل غير راضي، ما هي الجوانب مثلا اللي أنت راضي، إلى أي مدى من 1 إلى 5، سواء منتج أو سواء خدمة. الآن بدينا بروفيسور إذا تسمح لي، أنا آسف جدا المقاطعة، لكن الوقت يداهمنا الله يعافيك، فإذا ممكن بس 3 دقائق الله يعافيك. اوكي انا عندي شركه اسئله كثيره بروف، والناس يبغى تستفيد منك. لا بالعكس يشرفني، بس خليني بس لانه نخلص الجزئيه دكتور بعد الشركه. تفضل بروف. العفو. التفاعل كان استجابه المتعامل، وهذا كان في التسعينات مثلا شركه بروكتر اند جامبل، وما كانوا من الاوائل مثلا خلقوا مفهوم الاوبن انوفيشن، الابتكار بشراكة المتعامل الكونسيومر مثلا. وبعدين الانجيجمنت الان الكوكرييشن هو نظام حديث على الايكو سيستم، المؤسسة ذات النظام المفتوح الديناميكي، والمتعامل يكون شريك في التحديد، في التصميم، في التطوير، وكذلك في البيرسوناليزيشن. واخير شيء هو تمكين الامباورمنت، هذا ممكن رؤية المستقبل. هذه الشريحة الأخيرة دكتور ونوقف هنا. فأنا اعذروني اليوم حبيت أركز على تعريف جودة الجيل الرابع كجودة المتعامل الجيل الرابع Customer 4.0 Revolution. لو تشوفوا الرحلة، وأنا بس بديت من آخر الستينات للسبعينات كما كنت نعرض الآن صوت العميل، يعني كل علماء الجودة كانوا يذكروا الكستمر في مثلا المبادئ اللي موجودة في فلسفتهم، سواء دمينج، سواء جيرانت، سواء فيجنبوم، سواء العلماء اليابانيين كان الفويس اوف ذا كستمر موجودة، التركيز على الشكاوى، يعني فكر قديم، فكر السبعينات، قياس رضاء المتعاملين فكر قديم كمان في الثمانينات، الولاء للمتعامل فكرة التسعينات، وبعدين كان في نقلة نوعية في الفكرة اللي هي تجربة المتعامل لحد اليوم، يعني هذه valid وما زالت تستمر في المستقبل إن شاء الله بشكلها الجيل الرابع. وكما كنت نحكي customer engagement co-creation هو في أواخر 2000، والمتوقع في المستقبل بالartificial intelligence الذكاء الاصطناعي أنه المتعامل يكون مسؤول على تحديد حاجياته بحاله، يكون مسؤول على تصميم المنتج أو تصميم الخدمة أو تصميم التجربة بحاله، يكون مسؤول على الدليفري الشانل، ويكون مسؤول على الاستهلاك وكذلك تقييم تجربته. والبزنس المستقبلي هو يسخر هذه الفرص كبلاتفورم بزنس، يعني بلاجين وانطلق، واحنا نشوفها مثلا في الترفيه، نشوفها في عدة القطاعات الصناعية اللي بدأت تشتغل بهذا المفهوم. فهذا توقعاتنا للمستقبل، جودة الجيل الرابع هي جودة تمكين المستهلك أنه يكون مسؤول لايف سايكل على تحديد حاجياته وتطوير
السولوشنز والاستهلاك والتقييم. انا نحبس هنا دكتور. شكرا 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 سعادتكم، الله يكرمك ويبارك فيك. حقيقه استفدنا، وصراحه يعني الاسئله كثيره والناس متعطشه صراحه لهذا الموضوع، بالذات انه هو موضوع الساعه زي ما تعرف بروف. الان الحديث كثر على الثوره الصناعيه الرابعه والجوده بجيلها الرابع بكثره، لكن في سؤال اذا تسمح لي يا بروف. دائما ما توصف الجوده بانها كلمه ذات معنى ومتغير، دائما الحركه داينامكس، وان الجوده ليس لها تعريف محدد وثابت. هل هذا الوصف ما زال قائم حتى اليوم في ظل الثوره الصناعيه الرابعه وظل الثوره الرقميه التي نعيشها الان يا بروف؟ والله هذا سؤال مهم جدا. انا اعتقد الرد على السؤال هو نعم، ولكن الجودة هي قصة تستمر، لازم نضيف إلى الجودة ولا نحذف من الجودة. وهذا موضوع حساس جدا دكتور. في أجيال وكثير منهم يعني علماء جودة وزملاء وأصدقاء، وهذا الحوار مستمر ما بيننا، لأنه أنا بديت كما لاحظت دكتور أنا في بداية العرض تكلمت على تاريخ الجودة، تطوير الجودة كمفهوم، وبديت نطرح السؤال لماذا وقفنا، يعني لماذا مثلا وصلنا إلى 90 وبعد ذلك ما تكلمنا على الجودة على مستوى العالم، ما تكلمنا عليها مثلا كقصة مستمرة كما كان الوضع قبل ذلك. يعني جودة 100 سنة، مشينا 100 سنة وبعدين بدينا نفقد التركيز على تطوير المفاهيم الحديثة. طبعا فيه مبررات، لا ما بدي نتكلم عن المبررات، ولكن بدون تطوير مفاهيم الجودة الحديثة، وهذا تطوير ما يأخذ 5 دقائق يا دكتور، يأخذ سنين وسنين. البحث العلمي الاكسبيريمنتيشن، التجارب مثلا في المفاهيم، التطبيق وتقييم التطبيق، تحديد مثلا أفضل ممارسات الممارسة الجانحة، توثيق التجارب، تطوير الأدلة دكتور، تدريب وتمكين وإلى آخره، وكذلك تصبح المبادئ موجودة. فإحنا للأسف الشديد مستعجلين بالمفاهيم الجديدة، أخذناها كمودة، يعني نضيف أشياء بدون العمق. والجودة عميقة من بدايتها، كل العلماء ما شاء الله عليهم، كل العلماء تركونا كنز، يعني كل واحد ترك مكتبة معاه، يعني تشوف مؤلفاتهم، تشوف الأوراق العلمية، تشوف أبحاثهم. هذه هي الجودة اللي نحافظ عليها. فأنا سؤالي نعم، لا بد أن الجودة تتطور مع التطور التقني اللي هو سريع، طابعه سريع، ولا الجودة يوم من الأيام ستفقد، وهذا الأثر يكون سلبي على الإنسان عامة. شكرا لك يا بروف. سؤال ثاني الله يعافيك ويبارك فيك. دائما ما يطلق المختصون في مجال الجوده ويربطون ما بين الجوده والقيمه المطلقه اللي هي superior value، وعلاقه ذلك بالتميز المؤسسي بصفه عامه. نعم. نود ان نعرف يعني اذا ممكن يعني تضيف قليلا على تعريف ما هي القيمه المطلقه التي يعني نود ان نعرفها في ظل الثوره الصناعيه الرابعه والعصر الرقمي الذي نعيشه. نعم. شوف دكتور، يعني خلينا نرجع في بدايه الرحله الى المازلو ثيوري. الجوده بدات بالمنتج، والتركيز كان على عيوب المنتج، يعني الامبرفكشنز. يعني جزء ثمين من حركة الجودة كان يركز على هذا، تحسين المنتج، وبعد ذلك تحسين طريقة الإنتاج وتحسين تقنيات الإنتاج. فكنا نتابع مثلا في Product Oriented Base. ولكن لما تكلمت على الثورة الصناعية الثالثة دكتور، انطلقت وتغير طابع الجودة من الإنتاجية اللي هي Volume Based إلى النوعية Variety. الفرايتي دخلت مفهوم القيمة، لأنك أنت تنوع بشكل فريد من نوعه.
لأنه هذه القدرة التنافسية، كيف أنا نستغل قدراتي أنه منتجي مثلاً يكون أفضل من غيري؟ يعني والمعادلة ما هي مرتبطة بس بالكفاءة الإفيشنسي والكوست، فالقيمة كانت بدأت تبتعد على القيمة الملموسة إلى القيمة المعنوية، والقيمة المعنوية بعدين جاءت بعد الفرايتي، كانت التركيز على القيمة بذاتها from variety إلى value القيمة، والقيمة تحدد بالجانب العاطفي. فشوف الرحلة الآن تقريبا 100 سنة وبدينا نأثر اليوم على الجانب العاطفي للإنسان، أي شيء أي شيء اليوم، يعني حتى مثلا 40% من صناعة المنتج هي خدمة للمتعامل. لو ترجع قبل 40 سنة مثلا المنتج يوزع distribution، اليوم لا، يقول لك شو رومز، تشتري تبيع 10 مليون سيارة، بس تبيع كل سيارة إلى شخص معين، لأنك بدك تتأثر على معنويات وتبدأ تتأثر على الجانب العاطفي وتعطيله تجربة فريدة من نوعها. فويهوكتين مفهوم القيمة، أنه يعني لو تقارن مثلا الأودي مع بي ام دبليو في الجانب التقني قدراتهم متميزة الاثنين، يعني تشوف تصميم السيارة وشكل السيارة والآخره ما في فرق ما بينهم، كل الأشياء تشابه نفسها، ولكن رح تجد أنه الفرق البسيط هو في الخدمة، لأنه هي الخدمة اللي تؤثر على الجانب العاطفي. وهم اكتشفوا هذا الآن، يعني الشركات المتقدمة اللي وصلت إلى مستوى الريادة تؤثر عن طريق خدمة الإنسان مباشرة وتقديم الأشياء اللي كنا نعتمد عليها هوليستيكلي، يعني كاملة، أنه هي جزء بس. يعني مثلا الخدمات الإلكترونية، الخدمات الذكية لا تعزل الإنسان، ولكن الإنسان يكمل المرحلة المهمة اللي هي المرحلة المؤثرة على الجانب العاطفي وإسعاد الناس. And this is very critical دكتور. فهذا أنا أشكرك على هذا السؤال بصراحة، لأنه قد ما نمشي الآن إلى الأمام بجودة الجيل الرابع فرح نجد أنه الإيموشنال إمباكت هو اللي يكون الكاتاليست لإسعاد الناس. أحسنت بروف، الله يعطيك العافية ويبارك فيك. سؤال خاص بالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، حقيقة يعني هذا الجانب يعني نبي نعرف بس تأثيره على التنافسية وجودة المنتج، وكذلك هل التقنية الحديثة اللي هي باستخدام الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة هل هي اختيارية أم إجبارية في حال رغبة المؤسسة أو الجهة الحكومية أو الشركة للوصول إلى التميز وقمة الأداء المتميز؟ نعم والله دكتور، أنا الرد على السؤال نرجع إلى الجاهزية، جاهزية المؤسسة هي بدون شك، لما تكون الجاهزية لتحديث البنية التحتية واستغلال التقنيات الذكية، يعني لما هذا الشيء يكون موجود قد ما استفادت المؤسسة وقد ما زادت قدراتها التنافسية لمستوى أعلى. ولكن التقنية بحالها ليست لها قيمة، سواء يعني الذكاء الاصطناعي وال يعني تعلم الماشين ليرنينج مثلا وال يعني والتقنيات الحديثة لا تعوض فكر الإنسان ولا تعوض قدرات الإنسان، ولكنها تعتمد على القدرات اللي موجودة. الاستفادة is directly related دكتور إلى القدرات الإنسان، استيعاب الإنسان، استغلال قدرة يعني هذه الأجهزة الذكية وقدرة يعني تأثيرها على شكل المؤسسة، وكذلك يعني تطبيق الأدوار الرئيسية للجهة. So it's correlated. فأنا أعتقد يعني صعب أن نقول إجبارية إذا كان ما فيه جاهزية، والجاهزية تبدأ بالدور القيادي.
صعب دكتور إذا كان إحنا نعزل الإنسان وما نطور الإنسان المناسب اللي هو يقدر يستقطب الفكر الجديد وطريقة العمل الجديدة ويطبقها، تكون مثلاً جزء لا يتجزأ من بيئة العمل. You know؟ هذا أمر صعب، والحقيقة أنه ما هو تحدي بس للمنطقة، منطقة الوطن العربي بس، موجود حتى لمستوى الغربي. فيعني تقريباً أقول لك يعني من بعض الإحصاء اللي شفته أنا، الجاهزية للاستغلال والاستفادة من هذه التقنيات الذكية الحديثة ممكن لا تزيد على 35% readiness. إذا كانت تقول إجباري من ناحية الاستثمار، نسبة القيادات اللي هي حاليا تستثمر في تحديد البنية التحتية واستغلال الأجهزة الذكية ممكن 70%. هو البارادوكس أنه ما عندنا مشكلة، احنا نشيل هذا ونجيب الذكاء الاصطناعي في مكانه. طيب وبعدين؟ يعني ما يعني، لأنك الإنسان هو الأساس. إذا كان عندك القدرات والمهارات اللي تحتاجها هذه التقنيات، يعني في تشغيل هذه الأجهزة وهذه التقنيات، في الاستفادة منها، في تفعيلها مثلا، في دمجها مع بيئة العمل، راح تستفيد. إذا كان هذه ما هي موجودة، خسارة وقت وتضييع فرصة ثمينة، لأنه بيئة العمل كما قلت في البداية هي ميزة تنافسية، والإنسان لا يعوض بالأجهزة الذكية. أحسنت الله فيك. الحديث كله حول الإنسان وجودة الحياة للإنسان، فالإنسان الحقيقة كنا نستشف من كلامك بروف، هو الحقيقة لب الإنسان بالإيموشن حقته، بالرغبات حقته، بالتوجهات والتطلعات، هو الأساس لجودة الجيل الرابع. الحقيقة كثير من الأسئلة بروف حول الجائحة الآن وكورونا وعلاقة الجيل الرابع بالجودة في هذا المجال. الحقيقة المجلس السعودي للجودة طرح سؤال عبر موقع تويتر الخاص بي، سؤال قال: في تصورك الشخصي، ما هي أكثر المجالات تأثرا في عالم ما بعد كورونا؟ وكانت الاختيار الأول: هل هي السلامة والصحة المهنية، أم إدارة المخاطر، أم إدارة الموارد البشرية، أم إدارة الموارد المالية؟ والحقيقة الغالبية العظمى يعني اختارت الإدارة المالية، هي أكثر المجالات تأثرا في رأيهم. هذا الاستطلاع حقيقة شارك فيه أكثر من 1400 متابع، فشكراً لمن شارك، وشكراً على هذه استخدام التقنية الحديثة في هذا المجال. لكن نرجع لمسألة كورونا وعلاقة الجيل الرابع، كيف تساهم، كيف يساهم الحقيقة الجودة بجيلها الرابع في التخفيف من آثار هذه الجائحة، أو المشاركة، أو رفع جاهزية الجهة، مثلاً الجهة الحكومية أو الجهة الشركة الخاصة في باستخدام هذه التقنية في التخفيف من الآثار الواقعة، سواء الآثار المالية على الهيومن كابيتال أو إلى آخره. ما رأيكم يا بوف؟ أنا متفائل دكتور، وقاعد نشتغل حاليا على مشروع ما بعد كورونا، ومتفائل. ويعني أنا في البداية، في بداية الرحلة في آخر شهر 12 وبداية شهر 1، طبعاً كل الناس، كل العالم يشوف الأخبار ويشوف الإحصاء كم عدد الوفيات اليوم وفين انتشر. بعدين وجدت أنه يعني بصراحة هذا ما يخدم، يعني إذا كان إحنا وقتنا كله طول اليوم وإحنا قاعد نتابع في الإحصاء يعني والأخبار اللي هي مؤلمة بصراحة، يعني لأنه بشر هو بشر. أقول ليش ما نحلل بشكل آخر؟ فوجدت دكتور، سبحان الله، وجدت أنه الجودة بمفهومها الحالي هي الجودة اللي قاعدة تحاول تنقذ في الوضع. لأنه لو ترجع دكتور تشوف، معليش هذا سؤال مهم دكتور، ممكن نطول شوية عليه. لو ترجع في بداية الرحلة دكتور، الجودة كانت تركز على الإنسان، حياة الإنسان، the basics of life.
المازلو ثيوري، نظرية مازلو. لما ترجع ل 1920 و 25 و30 وبعدين كانت الديبريشن، كانت أزمة اقتصادية فريدة من نوعها في أمريكا، الجودة اللي أنقذت الوضع وخلقت فرص العمل وحسنت وضع الإنسان مادياً معنوياً، وعطت يعني القيمة كرامة الإنسان، رجعت كرامة الإنسان، لأنه الجودة ببداية الرحلة كانت تركز على الإنسان والبيئة اللي عايش فيها الإنسان، كانت تركز على بناء المجتمعات، المجتمع مرتبطة. يعني مثلا في العالم كامل، عالم خاصة عالم الصناعة، المصانع دكتور كانت توزع على مجتمعات، كل مجتمع. يعني أنا عشت في بريطانيا طول حياتي، مثلا لو بتقول لانكشير مثلا يقول لك المايننج، أوكي الكول. لو تقول ساوث يوركشير مثلا يقول لك ستيل. لو تقول ويست يوركشير مثلا تكستايل. لو تقول مثلا نورث ايست شيبيارد. لو تقول يعني كانت كل جهة عندها تخصص وعندها قدرات ومبنية على أسس الجودة وبناء المجتمع وبناء الإنسان وبناء القدرة التنافسية بأساليب الجودة. وهذا استمر، ولكن طابع الاقتصاد اللي كان يشتغل على تغطية حاجيات الإنسان، تحسين المنتج الاستهلاكي بمفاهيم الجودة، خلق روح النوعية لرضاء المتعامل. بعدين فجأة تغير إلى يعني فكر هيمنة، سيطرة على اقتصاد عالمي مبني على الربحية ومبني على السيطرة. يعني وهذا بدأ يفكك المجتمعات. يعني يعني وكل يعني الدول المتقدمة مثلا يعني مسؤولة على هذا الجانب. يعني نفتح مصنع هنا ولكن ممكن اليوم نسكر المصنع ونحوله إلى دولة أخرى ولا جهة أخرى، لأنه التكلفة تنزل، وكذلك عندي مزايا تقدم هذه الحكومة أخرى وما هي موجودة عندي حاليا. you know؟ فخلقنا شيء بعيد عن المجتمع، ما هو مركز على الإنسان، يضر الإنسان لمصلحة الربحية، يضر مثلا بيئة اللي عايش فيها الإنسان لمصلحة الشركات. يعني فهذا الاقتصاد هو اللي سبب مشاكل اللي احنا نواجهها اليوم، سواء التلوث في بيئة العمل، سواء الويست دكتور. يعني شوف مثلا الويست هذا اللي المنتج الغير صالح ولا المؤذي للصحة، مثلا فيه دول أو شركات عالمية مثلا يشحنوه إلى دول فقيرة ويعطوهم مثلا مبالغ ويقول له أنت يعني دمبت. يعني فخلقنا للأسف يعني اقتصاد بعيد على الروح الإنسانية، على التركيز الإنساني. بس شوف كورونا مثلا غير الفكر، حتى الشركات اللي هي سابقا كانت تركز على الربحية اليوم يقولوا احنا عندنا أزمة، لازم نغير خط الإنتاج مثلا باش نسوي الفنتيليترز ونسوي الكمامات ونسوي أشياء اللي يحتاجها المستشفى. فسبحان الله يعني شفنا شيء جديد، ظاهرة جديدة يعني ما شفناها منذ سنين. فأنا أتمنى أن في المستقبل نستمر بهذا الاتجاه، نرجع إلى يعني الحفاظ على حياة الإنسان، حماية مثلا البيئة، الاستدامة، وكذلك بناء مجتمعات موزعة على كل أماكن العالم مثلا، وخلق الفرص وتكون مثلا التساوي ما بين الشعوب. أنا فكري أنه التغيير دكتور يتم على ما هو على الجانب المؤسسي، أولاً يتم على الجانب السياسي والاقتصاد العالمي. أعتقد أنه يكون فيه دمج ما بين فكر قديم اللي هو فكر يسموه conscious capitalism، أنه الدول يعني تبدأ تركز جزء ما على دعم يعني الدول الفقيرة أو الدول في تاريخها.
الشيء الثاني دكتور، لأول مرة في التاريخ نشوف أنه يعني شركات عالمية تنافس بعضها البعض، لأول مرة يتعاونوا على وجه يعني وجود حلول مناسبة لكورونا. هذا ما كان موجود، فممكن في المستقبل يستمر هذا يعني الكومبيتيشن، يعني مشي كومبيتيشن ولكن الكومبيتيشن، فهذه روح جديدة. الشيء الثالث، المؤسسة المجتمعية دكتور صبحت أساس، فأنا أعتقد أنه راح يبرز الفكر هذا والتوجه، والحمد لله في المملكة العربية السعودية هذا الفكر موجود، ولكن يحتاج الآن ركز عليه أكثر، الحفاظ على المجتمع والتركيز على الإنسان، بناء مجتمعات سليمة ومجتمعات مهتمة ببعضها بعض، ومجتمعات لا تتفكك، ومجتمعات مثلا يعني تخلق روح الاهتمام وتخلق الاستدامة من جانب هذا. فما أدري، أنا طولت شوية في الرد. لا بالعكس بروف، موضوع صعب. لا موضوع صعب فعلا، ولكن أنت تناولت يعني الآن الجودة، كأنك بتقول الإنسان هو الأساس، وكأن هذه الجائحة التي أتت على العالم بأسره فتحت الحقيقة مجالات كانت مغلقة من ناحية التعاون ما بين الشركات، ومن ناحية الأمور الأخرى، من ناحية التركيز على الإنسان أنه هو محور الانطلاق ومحور الاهتمام، خاصة إذا كنا نتكلم على sustainability واستدامة الحياة الطيبة التي يعني يرغبها البشر جميعا بلا استثناء. الحقيقة الأسئلة كثيرة بروف، فإذا تسمح لي يعني نروح بسرعة لأنه باقي تقريبا أقل من نصف ساعة. في بعض الأسئلة بتسأل عن الجيل الرابع وجودة التعليم، العملية التعليمية، يمكن إذا بس يعني خلال دقيقتين بروف إذا بس تلقي الضوء على هذا السؤال. الجيل الرابع، كيف يساهم الجيل الرابع في جودة العملية التعليمية؟ من ناحية التقنيات بالعكس، من ناحية التقنيات تقريب يعني كل الوسائل الموجودة، كل الإمكانيات موجودة، ولكن نرجع والتحدي الكبير هو الإنسان، جاهزية الإنسان. يعني أنا طبعا عشت تجربة تأسيس جامعة حمدان الإلكترونية إن شاء الله، ولكن ما تقدر أنت يعني تغير الفكر وتحول إنسان متعود على أسلوب بيداغوجي معين إلى أخذ المسؤولية كاملة. لأنه يعني التعلم يختلف على التعليم، التعلم السلف دريفن. جودة الجيل الرابع تمكن الإنسان أنه يكون متعلم، ما يحتاج معلم، ما يحتاج أستاذ، لو يعرف كيف يستغل مثلا الذكاء الاصطناعي يطلب مراجع وتجيه المراجع جاهزة، يحدد أسلوب التعلم مثلا، ويقدر يكيف مثلا بيئة العمل المناسبة اللي هو for me only. كل شخص يقدر يخلق مثلا بيئة تعلم مناسبة ليه. الشيء الثالث مثلا، الأشياء اللي احنا كنا نركز عليها مثلا في التعليم التقليدي لا حاجة بها، لأنك أنت عندك المساعد معاك، الأسيستنت اللي هو الروبوت ولا الارتيفيشل انتليجنس أسيستنت، هذا هو الذاكرة حقك. يعني أنت مثلا ودك شيء تطلب منه يقول لك والله تاريخ كذا فلان كذا، هذا المصدر الأخير هذا كذا، فأنت بس تركز دائما على بناء قدراتك. يعني فالcritical thinking، أنك لأن الإنسان هو الأساس، الإنسان يطور مهاراته، يطور قدراته، وإمكانية التعلم يعني ضخمة جدا جدا جدا، ولكن التعلم هو الأساس. ما هو يعني التعلم بالشكل السطحي، التعلم العميق. كان يقول زميلي جيمس هارينغتون، يقول في الجيل الميلينيالز، يتكلم يعني على الجيل الجديد، يقول لما يوصل يعني الشاب لما يوصل عمره 15 سنة، نسبة المعرفة والمخزون المعرفي اللي موجود عنده تساوي المعرفة اللي كان الإنسان في الأجيال القديمة يتعب عليها لمدة حياته كاملة.
لأنه التعلم كان ذاكرة، لازم تتذكر، ما عندك مرجع، ما عندك مساعد ذكي يطلع لك المراجع، يرد على أسئلتك، يساعدك في رحلتك التعلم. فرحلة التعلم اليوم يعني ما هي أمور تافهة، لازم تكون بالعمق بالتخصص، لأنه في أخير الإنسان يتعلم ما هو للترفيه، يتعلم أنه يخدم المجتمع، يتعلم مثلا أنه يمثل مهنته الشيء اللي يرغب له. فما أدري إذا كان لا واضح بروف، واضح التركيز على الإنسان. وحتى الآن سمعنا أنه الشركة أحد الشركات يقول لك الآن بيفكروا يزرعوا رقاقة في رأس الإنسان، هي جواب تكون زي مساعد الشخص زي جوجل بس مطور، بحيث أنه ما يحتاج يتعلم أصلاً أي سؤال، هي موجود already integrated in his brain، سواء يعني أي سؤال هو already. يعني كما تفضلت ممكن التركيز على طريقة التفكير العلمية، طريقة التفكير، طريقة إيجاد الحلول الابتكارية، هذا اللي نحن نبغاه الآن من العملية التعليمية. دكتور محمد شتيو، يمكن غلط في الاسم، محمد شتيو قال ما مدى جاهزية الجاهزية الحقيقية للجهات في مجال تطبيق فعلي لما تفضلتم به هذا المساء في ظل جوائز الجودة في السعودية والأمارات؟ يعني كانوا بيقول علاقة الكواليتي بجيلها الرابع في ظل وجود الجوائز التميز في مختلف أنحاء العالم، سواء في السعودية وفي الإمارات أو في العالم. والله الحمد لله، يعني في الإمارات مثلا، خلينا نتكلم على تجربة الإمارات، كل الفكر هذا الحمد لله بدأ يتواجد. يعني أطلقنا أمس دليل المنظومة، منظومة التميز الحكومي الجديدة جيم 2.0 أمس، ودكتور عايض العمري عنده نسخة منه، يعني فأتمنى أنه المجلس ممكن يوزع على الزملاء. كل الفكر اللي تكلمت عليه اليوم موجود اليوم في منظومة التميز، سواء جودة الحياة كيف تقيم كقدرات، كيف تقيم مثلا كنتائج، كيف تقيم كأثر، استشراف المستقبل موجودة كمان في المنظومة، نتكلم على الخدمات الاستباقية، نتكلم على التمكين الذكي، نتكلم على المحفزات اللي هي المرونة، الأجيليتي، الاستباقية، البريمشن، يعني تواجه بعض الزملاء تكلموا على الريسك، نعم إرادة المخاطر مهمة جدا، احنا نسميها الآن كمفهوم الاستباقية، بريمشن، أنك تمهد الطريق للحفاظ على مستقبلك، بيئة العمل، تقييم بيئة العمل المتميزة، بالإنجيجمنت، الفكر الدكتور الإيكو سيستم، النظام المفتوح، الآن الحمد لله احنا في نموذج للتميز يشتغل بهذا الفكر. ف يعني الأسس الحمد لله موجودة، التوجه السياسي مركز على هذه الأشياء، بناء القدرات مثلا في الجهات الحكومية هذا يستمر، لا يعني أنه كلهم وصلوا يعني مستوى الريادة. نضج التميز المؤسسي بالمفهوم الجديد صعب، لأنه يحتاج بناء القدرات، يحتاج الفهم، التوعية، وكذلك الاستثمار والتغيير، يعني transformation، التحويل، بس موجود. يعني السؤال الآن في السعودية، أنا أعتقد المرحلة الذهبية بعد كورونا إن شاء الله بإذن الله في المملكة العربية السعودية بدأت ببرامج التحويل، الاهتمام بتحقيق رؤية 2030. أنا شفت أشياء بصراحة تسر، وأشياء متميزة، قيادات واعية. السعودية ممكن الرحلة تكون أسهل بكثير، لأنه السعودية تتمتع بجيل شباب، جيل مؤهل على الأقل بالجانب الرقمي، فما تحتاج 50 سنة ولا 40 سنة لثقافة المجتمع باش تنطلق بالفكر الجديد. أنا متفائل جدا، وإذا كان استمر الوضع إن شاء الله بإذن الله في السعودية بهذا الاتجاه، بفكر التحويل، بقيادات المستقبل، قيادات اللي تؤمن بأهمية التميز، قيادات اللي
بدها تؤثر على تحسين حياة الإنسان. متفائل جدا جدا تقريب توقعاتي من خلال العشر سنوات المقبلة إن شاء الله بإذن الله تكون المرحلة الذهبية لبناء مستقبل المملكة العربية السعودية إن شاء الله بإذن الله. أسئلة كثير برضو لا تزال في الكورونا، كنت تناولت كثير منها يا بروف، خاصة ما بعد أزمة الكورونا. وأسئلة ثانية يعني كنا بتقول كثير من المؤسسات يا بروف والشركات هذا لا تزال في الجودة بجيلها الثالث، كيف تستطيع أن تنتقل تعمل نقلة نوعية من انتقال من الجودة من جيلها الثالث إلى الرابع؟ يمكن هذا الشق الأول. الشق الثاني، ما هي الجدارات المطلوبة لمدير الجودة تحديداً في هذه الأماكن الواجب توفرها حتى يستطيع أن ينقل هذه الجهات من الجودة من جيل الرابع الثالث إلى الرابع؟ بخصوص الجزء الأول من السؤال، أنا أعتقد الرد هو نفسه دكتور، أنه التركيز الآن بالعكس، أنت اللي كان هو الأبجدية ويعني أهم الأمور اللي هو البنية التحتية والتركيز على الجانب التقني، هذا يعني أتبس يعني هذا تأثيره كإنيبل كممكن، لازم ما نعوض شيء بشيء، هذا ممكن ولا أكثر ولا أقل. يبقى التحدي مثلا في تحديد الكور بيزنس، المهام الرئيسية للجهة، تحديد الفاليو كرييشن يعني كيف تطور القيمة، تحديد مثلا فلسفة القيمة، تحديد فكر الجودة المفهوم الصحيح اللي هو تجربة المتعامل الفريدة من نوعها، تجربة personalized، تجربة يؤثر على الجانب العاطفي. هذه هي الجودة اللي نحتاجها مع البوش اللي هو الدعم من التمكين الذكي، تمكين عن طريق بنية تحتية حديثة يسهل الترانسفورميشن، التحويل من الجيل الثالث إلى الجيل الرابع. أما إذا كان ما زلنا نؤمن أنه التحديث في مفهوم الجودة هو تحديث تقني فقط، هذا غلط، هذا لا يؤدي النتيجة اللي احنا ندور عليها. بخصوص الجزء الثاني، انا اعتقد انه خبير الجودة ومدير الجودة بالذات الان قيمته زادت ممكن 10 أضعاف 100 أضعاف. ليش؟ لانه الجودة الان ما هي مهمة من المهمات الرئيسية اللي موجودة في هيكل تنظيمي كلاسيكي ثابت. الآن لما نشتغل بالإيكو سيستم ونشتغل بمفهوم الاستهلاكية ونشتغل سواء التكامل والترابط مثلا، ونشتغل بمفهوم النظام المفتوح، يحتاج أنه دور مسؤول الجودة champion superior champion يكون على مستوى القيادة العليا chief quality officer CQO، أنه يعني لأنه التوجه الاستراتيجي هو توجه استراتيجي مبني على استشراف المستقبل جزء منه، ومبني الجزء الثاني على تحقيق أهداف طموحية للغاية. بناء القدرات هي قدرات مثلا تكون فريدة من نوعها، ما هي مثلا بالكم، ما هي لينير. برنامج التحويل هو التحويل نحو الأفضل، نحو التميز، نحو الريادة. الإنسان في بيئة العمل، وأنا قلت لك دكتور في البداية، قلت بيئة العمل المتميزة صبحة اليوم ميزة تنافسية، مين اللي يشرف عليها؟ لو ما يكون عندك Chief Quality Officer مثلا اللي يشرف على بناء هذه البنية التحتية، يشرف مثلا على تفعيل الجودة ومفهوم التميز المؤسسي بشكله الجديد الحديث اللي هو النظام المفتوح الحيوي، ما راح توصل يعني الجهات ما راح توصل الى مستوى الرياده المستقبل. فبالعكس انا متفائل خير، واتمنى انه المجلس السعودي يعني يشتغل بهذا الفكر ويرفع من قيمه يعني مدير الجوده وخبير الجوده يعني بمفهومها الجديد. في رساله بروف احد الاخوات اختصار طلبت، قالت ابغاك توجه رساله
الجيل نشأة الجيل الحالي الشباب الصغار، كيف احنا توجه لهم رسالة اولا، وكيف احنا مسؤوليتنا امام العالم وامام الوطن، كيف ننشئهم بمفهوم الجودة بجيلها الرابع؟ فاذا ممكن تفضل بروف اجابة يعني على هذا السؤال. والله شوف يعني لما نتكلم مع جيل الشباب نتكلم على الأمور اللي تهم هذا الجيل، نتكلم على حياة الإنسان، فهو إيش يعني في حياته إيش بده يكون عنده مثلا وطن متطور متقدم، بنية تحتية متكاملة، مثلا فرص متاحة للتعليم، فرص متاحة مثلا للترفيه، فرص متاحة ل يعني تحقيق طموحاته. فهذا كل الأشياء مثلا لازم هو يكون واعي بأهمية الحفاظ على هذه الأشياء اللي تخدمه في الأخير، هو مستفيد، لازم يشعر انه هو مستفيد، وكل هذه الأشياء تخدم جيله وتخدم مستقبله وتخدم المستقبل اللي بعده كمان يجيه. هذه رقم واحد. رقم اثنين، وعن طريق ممكن المجالس والجمعيات المسؤولة على توعية الجودة، لازم يكون التركيز على the voice of مثلاً advocate. فأعتقد أنه جيل المستقبل من اليوم يرشح في الادفوكسي، أنه هو اللي ينشر ثقافة الجودة للجيل الرابع، لأنه هو مؤهل. سبحان الله، هو مؤهل، الصعب موجود عنده. حتى مثلا التعليم الفكر الجديد ما يعني ما رح نتعب معاهم، لأنه هم عندهم المهارات اللي نحتاجها. فالأدفكسي على كل مستوى المجتمع، سواء القطاع الخاص، سواء القطاع الحكومي، سواء في التعليم، سواء قطاع الصحة، سواء مثلا الخدمات المجتمعية، يكون في شبكة من المهتمين بالجودة وثقافة الجودة وأهمية الجودة في حياتي أنا. ممكن نسوي لها براندينج بسيط، يعني الجودة في حياتي، يعني نعطي لها كرسالة كيف تشرح أنت الجودة في حياتك، أنت كيف أنت تحافظ على جودة حياتك، أنت مخاطبك مباشرة، ما نقول لك أنت خليك في مكانك، وإحنا كجهات حكومية ولا إحنا كقطاع خاص نقدم لك كل ما تحتاجه. هذه تقريب حل ما هو مناسب، لأنه الباسيف المستهلك والمتلقي، وإذا كان ما نستفيد اليوم ويتعود على الأسلوب التلقي والاستهلاك، يعني وما رح يكون راضي، لأنه خلقنا التدلل، روح التدلل. تذكر دكتورنا تكلمت على الاندلجنس، لازم نغير فكره، ما يكون متدلل، يكون مسؤول. شايف؟ فإذا كان مسؤول أنا نخاطبه مباشرة على جودة حياته، هو جودة حياتك أنت في يعني في الرياضة، في الحفاظ على مثلا اللياقة البدنية، في الأكل، في الحفاظ على البيئة، يعني تصرفاتك مثلا في الشارع، في لما تسوق سيارتك، لما كذا يبدأ هو يأخذ المسؤولية. هو ما يدري أنه قاعد يأخذ المسؤولية، بس نكثر من الأسئلة المرتبطة بحياة الإنسان مباشرة. ما هي تعريف جودة حياتك أنت؟ How do you describe the quality of your life؟ اليوم أنا عمري 20 سنة، 25 سنة، أوكي؟ كيف تحافظ على الأشياء اللي أنت راضي عليها اليوم؟ جودة حياتك، How do you contribute؟ وتدريجيا نخلق، والحمد لله يعني الشبكة الإلكترونية موجودة، الأجهزة موجودة، بس تحتاج الحافز اللي هو الكاتاليست، يكون مراكز، يكون الجامعات، يكون الجمعيات اللي تخلق هذه الروح، توعية الجودة بمفهومها الجديد اللي هي جودة حياتي أنا. أنا ما فكرت سؤالي ذكر أول مرة. لا جميل جميل، هذه جودة الحياة تبدأ كأنك بتقول تبدأ بنفسك. أساس الحياة هي
مجموعة أشخاص، والأشخاص يبدأ كل واحد يبدأ بجودة حياة نفسه يركز فيها على أساس يكون لبنة في تكوين المجتمع، وهذا شيء جيد. الدكتور عبد الله الدرين، يمكن آخر سؤالين نسأل، بس الدكتور عبد الله الدرين سأل على، يقول الأزمات تزعزع الكيانات والأنظمة، فهل المزعزع اليوم قاد لإدارة أزمة كورونا؟ دكتور انقطع صوت شوي، إذا كنت كرمت تعيد لي سؤال. الدكتور عبد الله الدرين يعفو، الدكتور عبد الله الدرين يقول لك الأزمات تزعزع الكيانات والأنظمة، فهل إدارة التغيير المزعزع اليوم قادرة على إدارة أزمة كورونا؟ إدارة التغيير المزعزع، الآن في إدارة تغيير لكنها مزعزعة، قادرة على إدارة أزمة كورونا أم لا في ظل هذه الأزمات وهذه الكيانات المتغيرة؟ والله أنا أعتقد أنه ما نقدر نقيم الآن، لأنه إحنا ما زلنا في الأزمة، يعني فالأزمة يعني أنت شفت على، يعني لأنك أنت عندك يعني أثر الكورونا من جهة، وعندك تدهور الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، فمعظم المفكرين ومعظم الخبراء خايفين أكثر على زعزعة ما بعد الكورونا اللي هو الاقتصاد. فالمؤسسة، ما في مؤسسة اليوم في العالم مثلا تقول أنا أموري طيبة وإن شاء الله لما خلص من كورونا نستمر بوضعنا الحالي، وعندنا ما شاء الله قدرات، وعندنا إمكانيات، وعندنا طموحات عالية في المستقبل. كل المؤسسات العالمية مهددة، كل العالم مهدد. ف يعني شكل العالم ما بعد كورونا راح يكون تغيير جذري، راح يكون فيه ألم، لأنه كما تفضلت الأخ عبد الله، يعني الكيانات اللي موجودة حاليا يعني زعزعت وهدمت، ولا يمكن نرجع ونستمر، لأنه انطلاقة جديدة ما نعرفين الأثر لحد الآن. يعني أكبر اقتصادات في العالم سواء أمريكا والصين مثلا، يعني دراسات تقول أنه راح نمر على مرحلة ألم لمدة طويلة، لأنك للأسف الشديد لأول مرة في التاريخ نتكلم على اقتصاد موحد، نتكلم على globalization، يعني اقتصاد العالم الآن كله مهدد، كله مرتبط مع بعض وبعض، يعني ما هو بس في وطن واحد ولا في جهة يعني معينة. فهذا اللي نسميه احنا الأخ عبد الله بالدومينو إيفكت. فالدومينو يعني لما انت تأثر على يعني جزء منه تكون تأثيره على كل القطاعات اللي انت تضعها فوق الطاولة. فأنا أعتقد أنه راح نشوف فكر جديد، كيانات جديدة، إن شاء الله يكون بيسموه the sober approach، يعني أن نرجع إلى الأسس الصحيحة اللي هو نركز على حياة الإنسان، نركز على اقتصاد المجتمعات. في ناس يقترحوا مثلا ندمج كثير من الأشياء مع بعض، يقول يتكلم بيل غيتس مثلا يتكلم على الرأسمالية المبتكرة، يتكلم على creative capitalism، في آخرين يتكلموا على الضمير، يقولوا الكابيتاليزم ذات الضمير، أنه الشركات العالمية لازم الآن تهتم بالحفاظ على البيئة، بالحفاظ مثلا على الإنسان، محو الأمية، الفقر والأشياء هذه. وفي طبعا المؤسسة المجتمعية واقتصاد المجتمعي يتكلم على أساس بناء المجتمع. وفيه طبعا الاقتصاد الكلاسيكي اللي هو رأس المالية، يعني هذا ما رح يختفي، لأنه نحتاج البليونيرز ونحتاج الاقتصاد. ولكن فيه الاقتصاد اللي هو ممكن يعجبك يا عبد الله، اللي هو الجانب يعني اللي يتعلق بحياة الإنسان، مثلا يعني التجربة اللي موجودة حاليا في الإمارات، يعني جودة الحياة، جودة السعادة، يعني السعادة مثلا تجربة وطن صغير البوتان
البوتان مثلا لا يستخدموا مؤشرات التنافسية في اقتصادهم، لا يركزوا على الجانب المادي، دولة فقيرة ولكن نسبة السعادة عالية جدا، متواضعين ويركزوا على الروحانية، يركزوا على الحفاظ على البيئة والى اخره. فممكن تجربة البوتان مع الفكر الحديث مثلا لخلق السعادة والتركيز على حياة الإنسان يكون جزء من شكل الاقتصاد الجديد، يكون ندمج الأشياء هذه كلها مع بعض، وهذا يؤدي إلى كيان جديد على أعلى مستوى، ويكون الكيان المؤسسي كمان يكون موائمة مع هذا الاتجاه المستقبلي، والله أعلم. شكرا لك بروف. كثير من الأسئلة بتتكلم بتسأل بروف أشرت إلى النظام المؤسسي المفتوح Open System، فأبغوك إذا ممكن تدي example أو تدي يعني بعض الإيضاح على هذا النظام، وكيف ما هي خطوات تطبيق هذا النظام داخل المؤسسات والحكومات. أشوف النظام هذا هو شبكة، هو نتورك، شبكة. أولا أنا أتذكر شركة فولكسفاجن، دكتور رئيس فولكسفاجن رئيس التنفيذي قبل قريب 10 سنوات سئل سؤال ما هو مستقبل فولكسفاجن، فيقول أنا أتوقع أنه بعد 40 سنة فولكسفاجن تكون مكتب مبنى صغير في ألمانيا، ويكون تواجدنا على مستوى العالم ومعظم مصانعنا تكون في الصين. فالناس زعلت قالوا كيف أنت تقول هذا، هذا تاريخنا والأثر اللي موجود ومجتمعنا، وكيف تتكلم أنت تقول إحنا نكون متواجدين في الصين. وهذا الواقع اليوم. يعني مثلا ليش الشركات الضخمة مثلا بدأت الآن تحارب الكورونا بسهولة، يعني بتجنيد الموردين الموجودين على مستوى العالم، بالليفرجينج يعني استقطاب القدرات اللي هي تحتاجها الحلول وما هي موجودة داخل الشركة، بس لأنه هم نتورك شبكة يقدروا يحصلوا عليها بمراكز الأبحاث، يحصلوا عليها بالتقنية الحديثة، يحصلوا عليها بمواد مثلا تكون عند الموردين. فما شاء الله أنا شفت حركة غير عادية بسبب النظام المفتوح. تخيل أنت يعني أبل مثلا اليوم قالوا إحنا الكمامات مثلا قال إحنا رحنا نوزع 10 ملايين ولا 20 مليون، لأنهم عندهم الشبكة ويساهموا معاهم ويحركوا كل الشبكة Open System. الموردين الكولابوريترز الشركاء اللي هم يعطوا الجانب التقني. النظام المفتوح مثلا أقوى كمبيوتر في العالم الآن، أنتم مسكم اطلعتوا عليه في IBM، وقعوا مع البيت الأبيض في الولايات المتحدة يعني باش يجدوا حل مناسب بسرعة للكورونا، دخلوا معاهم كل المراكز الأبحاث الطبية والفيروسات في العالم، دخلوا معاهم أضخم شركات اللي كانت تتنافس سابقا أمازون، جوجل، مايكروسوفت، سبحان الله، وقاعدين حاليا يشتغلوا مع بعض لوجد حلول مناسبة، ويقولوا احنا وجدنا يعني قائمة ممكن potentially 7 أو 8 حلول مناسبة، وإن شاء الله واحدة منهم تكون الباكسين، تكون العلاج. فلو ما كان النظام مفتوح ليحرك هذه الأمور كنا في الجانب التقليدي، كل جهة تعزل نفسها، كل جهة ما عندها الإمكانيات أنه تجند وتستفيد وتنقل الخبرات وتنقل المعرفة وتنقل الفكر وتنقل التقنيات، ويكون فيه الكولابوريشن يعني هذا التكامل والتعاون والشراكة. أعتقد أنه بعد كورونا كمان راح يكون مهم جدا، وإذا كان إحنا يعني نحتاج نغير فكر في المملكة العربية السعودية أنا أعتقد أنه نبدأ نشتغل على هذا، أهمية الشراكة، أهمية التكامل. يعني وشراكة الإنسان واللي هو الكستمر الأساس في هذه الشراكة. أحسنت.
يمكن في سؤال الله يعافيك لي علاقه في بعد جديد ولي علاقه شويه كذا بال بجانب القياس والاختبارات وتقويم المطابقه. السؤال يقول: نواجه اليوم مشاكل في تلوث الهواء والمياه والتربه بسبب الصناعات ومخلفاتها واثارها البيئيه المختلفه وغيرها من سلوكيات البشر، وما ادى ذلك تأثيرات سلبية على درجة الحرارة والتغيير المناخي. السؤال يقول: هل تجد الجيل الرابع للجودة مدخل أو مجال لإيجاد حلول لهذه المشاكل من جودة الهواء والماء والتربة وجودة الحياة بصفة عامة؟ والله الحلول مناسبة. ليش أنا في بداية هذا النقاش دكتور قلت لك أنا متفائل؟ نعم. لو تشوف مثلا كل المصائب اللي موجودة في العالم، حلول الجودة موجودة، المواصفات اللي موجودة مثلا على حماية البيئة، المواصفات اللي موجودة على الاستدامة، المواصفات اللي موجودة على موضوع السلامة عامة، المواصفات اللي موجودة مثلا متعلقة بالمياه مثلا، المواصفات اللي موجودة على الريسايكلينج، كل الحمد لله المنظمات الجودة العالمية اشتغلت. الآن القناعة لازم تكون من قيادات يعني الرأس المالية، يعني هذا الاقتصاد اللي يسمينه الجريد ايكونومي، يعني ربحية. يعني مثلا اتفاقية باريس معظم الدول وافقوا أنهم يبدوا يشتغلوا على تخفيض من التلوث. أكبر اقتصاد في العالم طبعا أمريكا قالوا لا، إحنا لا نؤمن بهذا، يعني رئيسهم. فهذا التحدي أنه في سكول أوف ثوت، في جانب من القيادات السياسية لا يؤمنوا أنه التغيير في المناخ أمر حقيقي، شيء حقيقي، وإحنا عايشين اليوم الأثر السلبي، لا يؤمنوا. وفيه طبعا اللي هم يؤمنوا، انا قلت لك فيه اللي هو اقتصاد الضمير، كونشنس كابيتاليزم، يعني هذه مثلا الفكر موجود ويكون جزء من شكل الاقتصاد وشكل المؤسسه المستقبلي ان شاء الله باذن الله. فيه طبعا الاقتصاد المجتمعي، يؤمن في حمايه المجتمع، حمايه البيئه، الاستدامه، والأشياء هذه. فأنا أعتقد أنه أي شيء يتعلق بحياة الإنسان، أي شيء اللي هو تحدي في حياة الإنسان في مجتمعنا اليوم، لو تشوف الستاندرز مثلا، المواصفات ما شاء الله موجودة يعني كمخزون معرفي، ولكن كثير 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 من المواصفات العالمية الآيزو وغيرها للأسف ما هي مستفادة منها، لأنك أنت باش تقنع لازم يقول طيب وريني كيف نشتغل. المواصفات هي يعني وسيلة تغيير فكر، هي أدلة للتطبيق، هي يعني آلية لبناء القدرات والتأثير بالجانب الإيجابي، وهي لخلق أسس جديدة داخل المؤسسة. فإذا كان نؤمن بالمواصفات بالشكل الكامل رح نستفيد بشكل أعلى. والجودة جاهزة، والجودة بشكلها الجديد جاهزة، بس تحتاج قيادات واعية تنطلق بتطبيق هذا الفكر. أحسنت برب. يمكن هذا الختام الأسئلة حقيقة لا يسعنا إلا أن نشكر الحقيقة عالم الجودة سعادة البروفيسور محمد زائري الذي أتحفنا اليوم، وكعادته دائما يحلق بنا في فضاءات التميز بجيلها الرابع وجيلها الخامس. أعتقد هذا سؤال كمان يطرح نفسه بروف، بدأت في إرهاصات تتكلم عن الجيل الخامس للجودة، قد يكون أنت تطرقت إليه، أن الإنسان لا سيكون هو امتداد. لو كان في جيل خامس للجودة، الإنسان سيكون
هو اللب الكاتاليست الأساسية لأي جودة قادمة تركز على هذا المجال. ففي ختام هذا اللقاء نشكر الجميع ونذكر الحقيقة في الختام بتعبئة الاستطلاع مشكورين. نشكر كذلك الدكتور عايض العمري على كل ما قدمه الحقيقة لرفعة هذا المجلس وتحول إن شاء الله بإذن الله عما قريب حتى ما بعد أزمة كورونا إلى التحول الرقمي والمحاضرات الرقمية حتى نستطيع أن نستضيف البروفيسور الزائري ونستضيف العلماء الحقيقة من مختلف أنحاء العالم وهو في مكانهم. نقلل التكلفة ونقلل المسافات ونستفيد من هذه التقنية. والحقيقة المجلس السعودي للجودة بدأ من شهر 12 الحقيقة 2019 بمحاضرة البروفيسور هاني العمري في تخطيط الجودة ومؤشرات الأداء، وبعدها البروفيسور محمد عيشوني الذي تكلم عن الجودة وتاريخها، ثم الاستشاري أمجد خليفة في أدوات الجودة والقياس، البروفيسور محمد مصطفى في قياس النضج المؤسسي، ثم الدكتور مصطفى عالم أعطانا إضاءات في الإيفو كيم، ثم البروفيسور طارق تكلم عن الجودة ومختلف الجوانب. الحقيقة شكراً، شكراً لكم من القلب، وشكراً لك يا بروفيسور من الأعماق، جعلك الله إن شاء الله في حفظه وترحاله ذخراً لنا نحن المسلمين ونحن العرب. رفعت رأسنا الحقيقة في مختلف أنحاء العالم من خلال كتاباتك، من خلال إسهاماتك الحقيقة في جزء وفي جزئية الحقيقة هي من أهم الأجزاء، وكنت أنت الليدر، فجزاك الله خير وجعل ذلك إن شاء الله في ميزان حسناتك إلى أبد الدهر إن شاء الله. الله يبارك فيك دكتور. شكراً، شكراً لكم، شكراً للفريق الفني الدكتور محمد الأنصاري تعبنا في هذا اللقاء، وشكراً للمهندس سالم والمهندس وليد الفارس. شكراً لكم وجزاكم الله خير، وتباتوا إن شاء الله بالسلامة والصحة والعافية، محفوظين بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام.